على ذكر 67، ايه حكاية اغنية محمد فوزي؟ لانه بعد الهزيمة وادراك الشعب كله انه في كارثة حصلت، كان في صعوبة هو ايه اللي يتغنى بالضبط كده. يعني بلدي احببتك بلدي دي من اروع القصائد اللي هو كتبها، وهي في حب مصر. يعني هو زي ما كتب يعني وطنيات بيوكي بيها الاحداث السياسية اللي مرت بيها، ثورة يوليا والسد العالي وقناة السويس تأميمها والوحدة مع سوريا، واكب الحاجات دي كلها، لأنه كتب أغاني كتيرة جدا في حب مصر، عشق مصر. فبلدي دي أغنية في حب مصر بالفصحى بالفصحى. وهقول لك بعد كده إن هو كتبها تاني بالعامية لعبد الحليم، عبد الحليم غنى له برضه بلدي يا بلدي والله حلاوتي، يا بلدي بلد الأحرار، يا بلدي بلد الثوار، دي عبد الحليم. فالمهم في 67 لما بدأت تبان معالم اللي حصل النكسة دي بأبعادها، يعني طبعا كان اللي قال الكلام ده الإذاعة الكبير أحمد سعيد، كان هو مدير صوت العرب. طبعا هو الراجل ده اتظلم، لأن كان بيجيله البيانات كان بيزحها ملوش دعوة. فبيقول لما تبين لنا يعني حقيقة الموقف ولازم الخطاب الإعلامي يتغير بعد الأغاني الحماسية اللي هي قبل 67 عاوزين، فكان لابد ان احنا نعمل نقلة وندور على الأغنية تبقى هي التمهيد للنقلة دي. فبيقول اجتمعنا، وجد الحكيم قال الكلام ده، قعدوا كلهم قعدوا يشوفوا أنسب أغنية يذيعوها كنقلة، نقلة إعلامية. يعني الأغنية كانت معمولة قبل كده من زمن كده. هم بس طلعوها من مكتبة الإذاعة. قعدوا يختاروا. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي، فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.